يا ريت لو أنه عندي قدرات خارقة مشان أعرف وشارك رافي مشاكله وأقدر شوفه مرة تانية مبسوط مثل زمان. عيوني، حاسس كأنه رافي عاجبك كثير هالأيام. شو؟ ليش رافي ما بيعجبك؟ مشان الله، هلأ إعجابي فيه مثل إعجابك أنتي؟ إعجابي بيختلف كثير عنك. بالله عن جد؟ وشو الفرق؟ يعني إعجابك فيه أكثر شوي من مجرد إعجاب، يعني شيء مثل الحب. شو؟ قصدك أنا ورافي منحب بعضنا؟ إيه، أنا بظن إنه هيك. أنت جنيت يا أهبل؟ أنا والحب؟ لا، أبداً ما بيزبط معي. طيب طولي بالك، بكل الأحوال ما أنا مشكلة، أنا حكيت لك شيء اللي عم حس فيه كصديق. لك أنت كيف تفكر؟ شبكي؟ رافي؟ وين؟ أنا شوف رافي، أنت روح خبر عمي أنا رح ساعده. أنا ماني منيح ما هيك؟ أمي؟ رافي، ابني اشرب لك فنجان قهوة بتتحسن شوي. رايما، أنا ما سمعتك عم تعتذري من أخوكي عن الشي اللي عملتي معه. أخي، أنا آسفة. ما في حدا بالعيلة تبعنا تجرأ إنه يشرب خمرة بحياته قبل هيك. سيدارت، ما عم بفهم شو يعني إذا ما في حدا بالعيلة تبعكم شرب خمرة أو سكر أو عمل هذا الشي من قبل. هذا الشي عادي، هلأ جاي على بالي اشرب، بس الموضوع تغير معي لأني صار لي سنين طويلة ما شربت وما دقت الخمرة. يعني شو بصير إذا سكر ابنك شوي وهو بهذا العمر؟ ابني أنت كمان عم تبالغ شوي بالموضوع وعم تعطيه أكتر من حجمه بكتير، يعني مثل عائشة تماماً. بابا بترجاك لا تشجعه يتمادى بغلطه أكتر من هيك.